أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجلسة الصباحية، الجلسة الأوروبية مع رائد الخضر من إيكويتي. نتحدث أولا عن الدولار الأمريكي الذي على الرغم من انخفاضه الطفيف يوم أمس، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا أمام سلة من العملات للجلسة التاسعة على التوالي. طبعا الدولار الأمريكي ما بين عمليات رفع أسعار الفائدة وتوقع بأن تكون أكثر سرعة وأكبر حجما في عمليات الرفع، وأيضا التوتر الذي يسببه احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي. لذلك يتذبذب الدولار الأمريكي بانتظار مزيد من البيانات والمستجدات الاقتصادية حتى يكون هناك اتجاه وترند. ما لفت الانتباه ما بين كل العملات يوم أمس هو الليرة التركية، الليرة التركية التي تمكنت من الارتفاع يوم الجمعة بنسبة 3%، وتمكنت يوم أمس أيضا من الارتفاع بالمزيد بنسبة 1.87%. السبب وراء الارتفاعات هو التغيير المفاجئ والتشديد المفاجئ من قبل صناع السياسة النقدية داخل المركزي أو داخل المركزي التركي، وكذلك داخل الحكومة التركية، حيث قررت الحكومة التركية بأنه ما يكون في عندنا إقراض للشركات، وخصوصا تلك التي يعتقد بأنها تقوم بتحويلات أجنبية وتدفقات أموال أجنبية إلى الخارج. وتم وضع مجموعة من الشروط، أولا أن يكون في عندنا أي شركة لديها أكثر من 10% من حيازاتها من العملات الأجنبية تمنع من أخذ القروض، أو أن يكون عندها مبلغ ما قدره 15 مليون ليرة تركية من العملات الأجنبية أيضا تمنع من القروض. وهذه العملية لتهدئة الأقراض كانت من شأن هذه العملية أن تحرك الأسواق وتحرك الليرة التركية بالارتفاع بشكل واضح. الليرة التركية تتداول اليوم عند مستويات 16.5، أعلى مستوياتها كانت تقريبا الأسبوع الماضي حوالي 17.3، بالتالي في عندنا هبوط حاد، وهذه نظرة فنية على الليرة التركية. بالنظر إلى المخطط السعري لزوج دولار أمريكي ليرة تركية، نلاحظ بأن الليرة التركية تمكنت من الارتفاع بشكل واضح أمام الدولار الأمريكي. طبعا الإشارات إلى الاتجاه الهابط هي تقاطع المتوسطات، نرى المتوسط السريع دون المتوسط البطيء، وهذا يعطي إشارة إلى اتجاه هابط، ولكن تأكيد الاتجاه الهابط يكون بشكل أفضل إذا تمكنا من الهبوط دون مستويات 16.25، هي المستويات الفنية التي تفتح للزوج المجال انه يكون في عندي مزيد من الهبوط قد يطال مستويات 15.92. بنهاية هذا الفيديو نذكر بأنه أبرز ما ننتظره هو أي أخبار عن العلاقات الغربية الروسية التي يمكن أن تصدر عن اجتماع مجموعة السبع. وكذلك الأمر إذا نظرنا إلى الدولار الأمريكي أمام اليورو، فنجده عند مستويات 1.05، 1.22 دولار أمريكي جنيه استرليني، استقرار نسبي لهذه العملات بانتظار استقاء مزيد من البيانات. الأسهم الآسيوية تراجعت، الأسهم المؤشرات الأسهم الأمريكية أيضا تظهر بعض الانخفاض، طبعا هذا طبيعي نتيجة عمليات جني الأرباح التي كانت من الارتفاعات في الأسبوعين الماضيين. نشكر لكم المتابعة ونراكم في الفيديو القادم.